إسرائيل لا تضحي بشخص، ولا يمكن لأي هدف أن تضحي بحياة إنسان. هم يخافوا من الموت، الموت عندهم شيء عجيب وكريه. إحنا نرحب بالموت. الفلسطيني بيحمل طفل على كتفه وفي عصبة على جبينه مكتوب عليها كاتب أبوه للطفل على جبينه مشروع شهيد. مشروع شهيد، يعني واحد بقول أنا بدي ابني يموت. الأم تقول أنا بخلف 6 أولاد مشان 3 يموتوا في الثورة، أنا بخلف أولاد مشان يروحوا شهداء. هذا مش موجود في العقل الصهيوني. يعني معركة غير متكافئة. العزيمة الموجودة اليوم عند الفلسطيني لا يمكن أن يمتلكها. لا يمكن أن تنتصري على من يريد أن يموت. حلو. اللي بيهرب من الموت لا يمكن أن ينتصر على من يرغب بالموت. بس اليوم شو صار بألمانيا في الحرب العالمية؟ مش في مدن تدمرت صحيح. بالكامل؟ صحيح. ألم تصبح بعدها أحدى الدول الخمس الأغنى في العالم؟ يدمروا، اللي بنى بيرجع بيبني. واحنا انا اعتقد انه الهدف كان من عند اسود الاسود البشريه. الهدف كان انه هذه في بنايات بدنا ندمرها لانه بدنا نبنيها منيح بطرق هندسيه اجمل وبتقنيات جديده. إيه بس هذا الحديث يصح دكتور طلال. نعم. واذا ما كنا امام كمان هذا الكم من الضحايا المدنيين الأبرياء. كم دكتور؟ كم الضحايا؟ يعني في عنا عدد عم يرتفع لحظة بلحظة. قديش؟ قديش؟ 2000؟ يعني هلأ دايما في حصيلة عم بتكون يعني للأسف. كويس. كم ضحت روسيا في حربها ضد النازية؟ 27 مليون. صح. مش 1000. مليون. احنا لسه ما وصلنا للألاف. روسيا حطت وضحت بقصد وبمعرفة، مش انه بالصدفة، ما كانتش عارفة انه راح يموتوا. بدي يموت 27 مليون وتبقى روسيا. وهكذا نحن الفلسطينيين. موتي هلا في عنا 2 مليون. موتي واحد منهم، واتمنى ان اكون انا واحد منهم، شرف ان انال ان اكون انا شهيد. هذا الان عندك مليونين بغزة، هيقضوا على المليونين؟ كيف يقضوا عليهم؟ ما بنصهم مخبيين تحت الأرض في الخنادق. أننا أمام مشكلة حلها سهل، مش حيصيروا لاجئين لأنه لهم بلادهم. صح. وعندهم باسبوراتهم كلهم، ما في ولا واحد من العدو ما عنده جنسية أخرى. طيب ما عندنا أزمة، بنحل أزمة العائدين اللي مستنيين يرجعوا لبلادهم، وهدول بيرجعوا لبلادهم لأنهم أيضا جاءوا لفلسطين إما مضطرين وأما أو مغرر بهم. ما فيش عند اليهود عقيدة. عندهم تطرف. عنده فلوس. عنده بس مصلحة. أنا كان عندي صديق وزير ألماني. إيه؟ فقلت له يعني هذا هتلر الله يسامحه، لما عمل الهولوكوست ليش ما كمل على بقية اليهود؟ قال لي لا لا بالعكس، بس ما تقول لحد إني أنا قلت هالكلام. هو عن قصد ترك مجموعة لحتى الناس يعرفوا ليش عملنا الهولوكوست. لما تذوقوا العذاب معاهم هتعرفوا سبب انه احنا Middle Ages, Jews were hated because of their religion. In the 19th century and the 20th, they were hated because of their race. Today, when it's no longer done to hate people for their religion or their race, today they are hated because of their state. The reason changes, but the hate stays the same. Anti-Zionism is the new anti-Semitism. Because make no mistake, this will be the defining battle of the 21st century, which will prevail. The will to power with its violence, terror, missiles and bombs, or the will to life with its hospitals, schools, freedoms and rights. Every time I visit Israel, I find among Israelis, secular or religious, an absolute unswerving dedication to Moshe Rabbeinu's great command, choose life, because we have to stand up
and fight, and we have to stand up and win.